يا رب. قلت دي أسئلة من كنيسة مارينينا والبابا كرولوس بمساجا كندا. بيسألوا قدسك البابا كرولوس الإنسان وليس البطريرك. الناس بتمر 50 سنة على نياحة بابانا الحبيب القديس الأنبا كرولوس السادس، بابا الإسكندرية بطريرك كاظم قوسين 116. بركته معنا ومعكم وشفاعته ترفع عنا كل وباء وكل مرض، وتديكم الصحة وتخدموا وتفرحوا وتكسروا بثمار 30 و60 و100. أما عن هذه الأسئلة بصراحة، بابا كرولوس الإنسان هنجيب مثلا يعني كلمة صغيرة ونشرحها. مثلا أظن في واحد مستشرق اسمه باتلر جه مصر أظن في الستينات أيام بابا كرولوس مترسم باتلر جديد، وقال كده، قال لا تتعجب مع أن الراهب أصبح بطريركا، بل تعجبوا مع أن البطريرك ما زال راهبا. فدي تدل على أن بابا كرولوس ما اتغيرش، أما كان هو راهب بقى بطرك. فيبقى أنه لاحظ عليه البساطة مثلا، لاحظ عليه الانفتاح على بيت الناس، لاحظ عليه الشفقة على كل بيزوروه، إذا كان مرضى أو حزانة أو متضايقين أو أي في شدائد أو مش لاقيين شغل. وجده كإنسان طيب، كراهب بسيط جدا جدا، وراهب بسيط هو الإنسان البسيط. أقول كده برضو يعني أظن برضو في قول كان بابا كرولوس بيحبه ومنسوب لمار إسحاق ومنسوب أيضا لمار إفرامس، يعني ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في ما يد الناس تحبك الناس، من عاد وراء الكرامة هربت منه، ومن هرب منها بحكمة جرت وراءه ودلت الناس عليه. فيوجين بليك ده كان ما يعرفش عربي، فجاه زار بابا كرولوس برضه في اوائل الستينات، برضه كنت انا موجود في البطرخانه. فجنبي كان اظن محمود، مش محمود فوزي، واحد كان واحد اسمه فوزي برضه، مفيد فوزي، مفيد فوزي الله صح يبارك لهم، كان برضه كان موجود. فبيقول له سمحت ترجم لي اليافطه اللي حطيتها بابا كرولوس على اوضته دي. فقعد يترجمها له بالانجليزي، فرد برضه قال ايه؟ قال هذا هو البابا كرولوس حقا. فعايز برضه يدل على انه كلهم لمسوا في البساطه، عدم الجري وراء المطامع وراء الحكم وراء المراكز وراء المركز بتاعه كبطريرك ورئيس كنيسه. وجدوا فيه ان هو سايب كل ده وما زال راهب بسيط جدا. في الحاجات بقى العزة اللي انت بتسال السؤال بتقول طب ايه جوه الاوضه او جوه الالاف بتاعته؟ يعني اقول انا يمكن اكثر من 90% قدام الناس كله مبتسم، وما يشركش الناس لا في مرضه ولا في احزانه ولا في مشاكله مع الكنيسه او خارج الكنيسه. لكن في اوضته بصراحه انا هقول كلمه واحده بس تدل على ان كان في ايه في اوضته. طبعا انا عايز اقول في اوضته مزاميره كلها، وطول النهار يبقى بقه بيتحرك، عارفين زي ايه؟ زي حنه مرات ام صموئيل. ام صموئيل فمرات مين بقى؟ القانا. فهي ما كانش عندها عيال، فراحت قدام علي الكاهن بتتمتم ببقها طول الوقفه قدام الهيكل بتاع سليمان او هيكل ربنا. فبقول لها بطل سكر يا ست، ازاي عامل خبرك مني؟ قالت انا مش كامره، انا مش مسكره، انا حزينه، انا حزينه القلب او حاجه كده. فبرضه هذه الطريقه اللي هي تمتمت البق بين الصلوات والمزامير، بابا كرولوس كان دايما يتمتم بق. فانا اقول لكم قول واحد وانتم بقى ادرسوه. يعني دخلت عليه مره، فمش عارف كان ساعتها في مشكله وانا تدخلت فيها ازاي، او هو بيحكيها لي وانا بحكيها له مش فاكر. المهم رفع وشه للسما كده وهو قاعد على الكرسي، قال الاقيها منين ولا منين يا رب؟ وبعدين طب دي تدل على ايه يعني؟ جوه اللوت ولا الاقيها منين؟ يعني ما انا مش قادر تفلفص من المشاكل الداخليه والخارجيه. وبعدين مره ثانيه يخش عليه يبص له، بساله سؤال. فشو السؤال بالطريقه؟ انا بساله سؤال بقول له مثلا يعني دكتور كمال رمزي ستينو وزير التموين وهو اللي ماسك العلاقه بين الكنيسة وبين السيد الرئيس عبد الناصر، فبسأله عايز يجي قبل جبتك يجي الساعة كام؟ فطبعا هو كان يعني هيقول الساعة كام، بس شوف بقى ابتدى ازاي؟ عيناي تنظران للرب في كل حين اجتزم من فخ رجلي، انظر الي وارحمني يا رب لاني ابن واحد. طب يا ابني قول الساعة 4 يا ابني، ويروح مكمل المزمور. ادي اوضه، ادي اوضته، اوضته كان كلها بهذه الطريقة قدام الناس، ما فيش حاجة ابدا، كلها في ابتسامات، ازيك يا ابني وازيك عيلتك، ربنا معاك، ربنا يفرح قلوبك، ربنا
يعطيكوا الناس للساحة زي كده. صدقوني يا حبيبي بتفرح بابا كروس أول ما يلاقي أي بني آدم بيقول تسبيحة معاه، يا سلام يبقى فرحان جدا، وخصوصا لما يكون الأطفال بقى، أطفال مثلا في 12 و13 14 سنة بيربعوه معاه التسبيحة، يبقى متهلل بالروح فوق ما تتصور، فوق ما تتصور. صحيح لو لقى واحد يشترك معاه في التسبيحة بفرحان جدا، لكن لو في أطفال جت وكان حافظ بهذه الطريقة بيفرحان جدا، وشه اللي ابتسم جدا النور الباين في عينيه، بيشجعه بقى شاطر يا بابا شاطر، مين بيحفظك؟ ايوه انا في كنيسه كذا. شاطر يلا استمر يا ابن ربنا ثبتك قوي. يعني عايز اقول هو كان سريع جدا انه يعني يرد على اي مشكله بكلمتين ثلاثه اربعه، لكن الباقي كله يسيبه على ربنا. يعني مثلا لو في مثلا في اسقف عمل حاجه وحشه او تصرف ما عجبش زين، يروح مزعل وزعل يقول ما صحش كده، ايه انت اتعلمته كده، انت عملته كده. وبعد كده طيب هنا بقى ممكن في واحد غيره يعمل مجمع ويعمل مجلس كريكي ويهدد، وبعد كده ممكن يوقف وممكن يدي قانون. بتاع البوكس كان بس يلتزم، يعني خلاص يكتفي بالكلمتين اللي قالهم، وبعد كده تبص في نفس اليوم بيقابله تاني، وفي تاني يوم جاي له تاني، فتشعر البوكس ده بتاع حلال مشاكل معاه ما كانش بتكبر. يعني ما اي مشكله خلاص تاخد وقتها، والاعتراف بتاعه ممكن يكون عتاب شديد يعني. لكن مثلا مثلا بقى كان في اسقف راح يزور اسقف ثاني وبطل، ما كان ما عرفش كان صايم صيام السنه بيقول عليها دي بعد رسامه الاسقفيه، او مثلا يعني هو مجاهد ما بياكلش لحوم وكده، فحطوا له في الرشية لحوم وكده، قال لا ما باكلش لحوم انا باكل اسماك بتاع. فطلعوا الناس قال طبعا ما نشوف الاسقف بتاعنا، الفرخه طالعه فرخه داخله وحمامه داخله وحمامه داخله والكلام ده، وصل الاسقف راح مزعقله قال له خلاص سيب الرشية ويمشي، ما هي كان جاي يعمل نهضه. الكلام ده وصل طبعا للشعب، الشعب طبعا هاج وما يلا مش عايزين نفتكر الحاجات الوحشه دي. لما جه الاسقف ده بقى اللي هو بيقول لك يعني متنسك، فقال بابا كرسي بحس عالي جدا، انا بدخله عن سيدنا وفي طرق، يعني الاوضه بتاعته عباره عن مش اقل من اكثر من 10 12 متر، الطرق طويله طويله، في مثلا في عرض مثلا 6 7 يعني هي طويله. فهو بابا كرسي قاعد في الاخر خالص، وانا بدخل الاسقف ده على اول حجره، قال له المسيح بيقول كل المقدم لكم، خربت بيت الراجل، اختت علينا سيدنا الله يحفظك، خلاص انتهى الموضوع. هاتوا شاي من هاتوا قهوه خلاص. طب فين بقى هنا في المحاكمه وفين يعني ازاي ومش ازاي؟ لا 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 لا، يعني انا شايف ان هو كان بهذه الطريقه كان كل مشاكله الواحد ما يفكر فيها، يعني لازم يعمل له مجلس افريقي، نعمل له مجلسه، نعمل له محاكمه، لا لا ما كانش عنده كده. يعني هقول لك برضه قصه، يعني في اصلا امثله كثيره. كان مره مرات كان في مشكله انا مش فاكر، بس انا حضرتها برضه مش فاكر، فهنسة بتتقفل مثلا وزارة الداخلية بتعكس وحاجة مش عارف، فراح متصل بتاع موافق إيرينيا لأنها ولا أبو سفين بتاعك يا أختي يزرع مسبح باسم أبو سفين على الموزون كده، ولا أبو سفين شوف خشب أبو قافل السكة. جات تاني يوم قال لي اديني يا ابني من إيرينيا اتفقنا بتاع موافق إيرينيا بتاع أبو سفين على التليفون جبته له، قال لي يا ابني شوفك دهب، يلا تعال ننزل نعمل تمجيد يا ابني يلا. ما خدش ليلة، المشكله ما كانتش ليه طبعا، هو ده نوع من الاتكال الجامد جدا، نوع من الشفاعه الجامده جدا، نوع من يعني برضه واثق في تمام في ان هتقدر تعاتب ابو سفين، لكن السماء بسرعه تستجيب بهذه الطريقه، ده اتكال جامد جدا جدا وثقه جامده. دي يعني بصراحه كان بيعجبني ايام بقى طولة البال عاوز مال. تطورات اللي حصلت في الكنيسه من 60 لغايه 65 من بعد مقابله سيدنا بابا عبد الناصر رئيس الجمهوريه، كان مقابله حلوه، الناس بتقول مقابله لا لا كان مقابله حلو، بس انقطعت الاخبار بقى من 60 لغايه 65 لما بابا طلب يقابل السيد رئيس عبد الناصر، فادوا له ميعاد وكان الميعاد 9 مايو سنه 65. طبعا احنا رحنا عند عبد الناصر بيقول لي يا والدي انا ما اعرفش عنكم حاجه، انا ما فيش اي حاجه بتوصلني، جيت امبارح طلبت الدوسيه بتاعك اشوف انت عايزني في ايه، ودي برضه ميزه ان بابا ما كانش يعرف انا رايح اعمل ايه،
يعني الكتمان حتى عن مباحث عن معناها حتى يمكن عننا احنا. يعني قلت له جبت عشان اشوف لقيت في شكاوي كثير وبلاوي كثير وكان ناس بتتقفل. لا 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 انا شلت عبد العظيم فهمي وزير الداخليه قلت لك واحد كويس هيكون تحت يعني حسن ظنك شعره. طب هو 60 من 65 دقيقه باخر بيعمل ايه؟ ما كان بيصلي بقى ما كان الناس بتقفل ساعتها كان بيبعت شكاوي لكن الشكاوي ما بتوصلش. طب خلاص نحطها على المسبح نحطها اظن من 65 قبل ما بابا كرولس كانت الحكومه مع بابا كرولس فوق ما تستوعب كان بيقول له شعور جمعه هيكون عند حسن ظن. حسن ظن مين؟ الحكومه ولا بابا كرولس بس؟ ما انت عاوز يقول لك انه شفاعته دايما كل يوم بيعمل تسبيحه بنفسه في وسطها طبعا في الارباع بتاعت العذراء بتاعت يوم الاحد كل يوم كل يوم كل يوم يوم الاحد بناخد كل التسبيحه كلها على العذراء. فعايز اقول ده التقارب دوا خد عهد مبارك ومجلل بزور العذراء. وطبعا لما سالوه ليه طبعا سيدنا ليه ما رحتش عنده عشان يعني تثبت ان العذراء زارت؟ انتوا عايزين تقولوا ان بابرس بيقول العذراء زارت انتوا عندكم المباحث عامه روحوا شوفوا الزهور ده واكتبوا عنه. وفعلا ده اللي حصل ان هم الأكبر البطرخان أكبر بوكريس إنه يكتب بيان صحفي وإحنا ما كناش عايزين بيان صحفي. قال له لا وأنت تقول بيان صحفي. فلما سأل بقى عن طريق أظن أخبار يمكن في واحد اسمه أستاذ خليل ميخائيل أو ميخائيل خليل كان رئيس تحرير كان إنسان مؤدب جدا. سأل بوكريس شوية أسئلة عن العذراء حطيناها كلها في كتاب مذكراتي الجزء الثاني عن بوكريس السادس موجود بطبعة أبناء بوكريس. فسألهم دي الأسئلة وأنت مؤمن بظهور العذراء المؤمن ازاي؟ ده احنا في بيتنا كان في واحد مريض وزارت العذراء البيت وشافته لغايه النهارده عايش. متهيألي يا اما هو نفسه يا اما اخواته يعني هو ما رضيش ولا واحد. انا بعتقد انه هو يعني لان هو عنده الثقه دي بهذه الطريقه ان هو ما يروحش. لكن متهيألي وعايز اقول لك اكثر من كده كثير من الناس اللي كانت بتروح تسهر في العذراء ما بتشوفش العذراء. فيجوا طبعا متضايقين جدا وطالعين من الساعة 6 جايين على الدرس تبع أبو كرولس بعد ما يخلص الدرس وسيدنا سهرنا طول الليل كل ما شفناش عاد. لا لا النهارده هتظهر النهارده هتظهر روح قبل الساعة 9 ويروح يلاقي عاد ظهرت ايه ثاني يوم متهللين جدا ده. طب هي بتكلمه تقول انا هظهر. طب رد يا اخي قول لهم لا ان شاء الله هتظهر لكن لا روح النهارده. وكذا دي اتكررت كذا مرة كذا مرة. لا في ناس عايشة دلوقتي تقول الكلام ده متهيألي او الكتب اللي اتكتبت بقى واحد مثلا كاتبين في كتب انا كنت موجود برضه فيها بيقول له سيدنا انت بتولد دلوقتي وهو كان ماسك الكاس فبص للكاس كده قال له يا مرمينا روح والدها بسلامه. سعد مالك كده قلت ولدت كان متعسر في الولاده جاي تاني هو والدها يقول سيدنا سعد ما انت ولدت. هو كان هو في المرسي والتاني في المستشفى ده علمت فيه صداقه يعني. فمره مره ضربوه الحراميه في طحونه الهواء طحونه الهواء بينه وبين المستشفى هرمل مش اقل من 5 كيلو على ما اظن مش اقل من 5 كيلو هرمل عند الملك الصالح كوبري الملك الصالح وطاحونا فيه في اخر المسائل. بعد ما ضربوه الحراميه بعد ما صحي وفاق لنفسه حط صوره مرميه على راسه وحط فشال على دماغه وراح فضل ماشي 5 كيلو عشان يروح هرمل. روح خيطها له وقال له خلاص ما تروحش تاني المنطقه دي. قال ما اعرفش ازاي ده مرمينا بيلف بالحصان تقول ليه بسمعه. طب ليه ضربوه تجربه؟ لكن استمر في الطاحونه لغايه لما الانجليز نزلوه من الطاحونه سنه 41 من 36 41 ما رضيوش يسيب الطاحونة الا ما الانجليز نزلوه عشان بقت منطقه عسكريه عشان الحرب العالميه الثانيه. بركه بابا كرولس معاك وبركه سيدة العذراء معاك وبركه القديسين عملوا صداقه مع القديسين بايه؟ بتكرار التسبيحه بتكرار التشفعات زي المجمع بتكرار التمجيد. كل ما في قديس وله تمجيد بنعمل ونشترك ونهلل دي بتعمل صداقه بيننا وبينهم وبين السماء. احنا بنخش السماء عن طريقهم. يا رب قل شعبك بارك مراسك ارعاهم ارفعهم من الابد ارفع قدر المسيح باشاره السلموح. يا رب انا سؤال المسيح اذكر شعب كنيسه مرامينا بوكريس السادس في تورنتو مساجا وكل المسيحيين في كل مكان مؤمنين باسمك يا رب اسال المسيح الذين هم من 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 كرازه ماري ماركوس كاروز دين المصريه استرهم يا رب ارفع راسهم ارفع شؤونهم يكفينا شر الوباء والغلا ويشفينا شر المرض اللي مريض يشفيه يا رب الحزين عزيه متضايق فوق دقيقته والذين انتقلوا يا رب نريحهم في فردوس النعيم يكون هم شفعاء لينا ويدخلوا من اجلنا عشان ربنا يرحمنا ونكمل ايامنا بسلام. كل سنه وانتم طيبين نسمع بكل خير
سواء ست العادل مرت ماريا ملك في المفرح كله ماري ماركوس كاروز زي من المصرية بقول السادس مرمينا العقائبي بركاتكم معنا ومعكم أمين.